بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حنا متواجدين مقبرة الشهداء لجنازة الأب الأخ رشيد العبدي رئيس الجهة. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بروحه بالفقيد وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأتمنى للعائلة الكريمة الصبر وهذا مصاب الجلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. من هذا المنبر عزاء أنا واحد في سي العبدي اللي هو تنعرفوا عليه رجل خادوم، رجل طيب، الله يرحمه، الله يغفر لنا ولاه، والله يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. اللي هو كان في أول مدير اللي كان في الرعاية في الخيرية ديال سيدي بن عباس، اللي كان تراعي دوك اليتامى مسكين وكان تيتعامل معاهم بالجدية وبالكرم ديالو، معروف السيد بالكرم، الله يوصل عليه فرحمة في هذا النهار هذا والله يرحمه. ونطلبوا الأسرة ديالو إن شاء الله الصبر والسلوان. الأخ ديالنا رشيد العبدي الله يصبر العائلة ديالهم كاملين ونتمنوا طول العمر للأخ العبدي. تعزية خالصة للأب ديال السي رشيد العبدي رئيس الجهة ديال سالة زمور زعير القنيطرة، رحمة الله عليه. كان أبانا، كان مخلصا من رجال السياسة اللي خلصوا على هذه البلاد، وكانوا من الناس ديال الرجال ديال هذا المغرب العزيز علينا. نتمنى من الله عليه الله يرحمه ويغفر ليه، لأن كان مخلص لبلده ولوطنه، ورحمة الله عليه. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.